أنا جلال مدبولي المسيطر، أكتب وصياتي من هنا من كندا، وأنا بكامل قواي العقلية بأن تؤول ثروتي إلى زوجتي الدكتورة سميحة جاهين السويسي. يا نهار أسود، سايب لي ثروة مليانة أقساط وديون؟ عايز تدبسني يا جلال؟ مش بدبسك ولا حاجة في ديون يا سميحة. الثروة اللي أنا سايبها لك تقدر بحوالي 9 مليون دولار. وات؟ 9 مليون دولار، هو عامل حسابه في وقتها. يعني كم دول بالكندي؟ يعني 9 مليون، يعني 12 مليون و430 ألف. استنى استنى، الخبر اسود. حبيب قلبي الله يرحمك يا جلال، الله يرحمك يا حبيبي. كمل يا أستاذ مصطفى، كمل كمل. الفلوس دي عبارة عن أراضي وعبارات، أملاك يا سميحة. أملاكك؟ لا، أملاكه هو جلال مش أنا. أوكي كمل كمل يا مصطفى. الأوراق كلها مع أمي السيدة صفاء جاهين السويسي. مام، هي نانا سوسو اسمها الحقيقي صفاء؟ أه. مام، هي نانا سوسو عايشة أصلا؟ أه. سميحة، هي نانا سوسو عمتك أصلا؟ أه، حماتي. أه. قول وكمل تاني. روحي انت وسامح وسماح لأمي، خدوا منها الأوراق في مصر. مام، I don't have roaming. وأكيد أنا كمان. هما يومين هنخلصهم وخلاص، مش حكاية. ترتاح من بيرتا بتاعتك دي شوية. ترتاح من بيرتا بتاعتك دي شوية. وحشتني يا مام. انت لحقت. بصوا بقى، احنا هنا مصريين نتكلم مصري، اوكي؟ اوكي. عايزين نقول حاجة لبعض ومش عايزين حد يفهمها، نتكلم انجليزي مع بعض. ديل. خلاص؟ دن. الله، ميرسي. شكرا، ميرسي خالص. Thank you. Thank you. Bye bye. Mom, so cute. They're so nice. لو عايزين تبيعوا الأراضي والعمارات وتحولوها لفلوس، باعوها. واعملوا كل اللي كنا بنحلم بيه وما لحقتش احققه لكم. الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك. مبروك يا موحة، بقيتوا أغنية.